السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة ما بعد الولادة. أهلا بيكي أنتي والبيبي. أنا عارفة طبعا أن البيبي مش عارف يخليكي تنامي ولا هو كمان بينام. النهاردة هقولك على شوية حاجات تخليه يقدر ينام بالليل وكمان يساعدك أنك تنامي علشان يقدر جسمك ينتج اللبن اللي هيرضعه، فبالتالي هو كمان يبقى كويس وانتي كمان ترتاحي. بس اول حاجه عايزه اقولها لك، لو اول مره تشوفي قناتي من فضلك اشتركي وفعلي الجرس علشان يجيلك كل حاجه جديده انا بقدمها. اكتر حاجه بتبقى صعبه بعد الولاده ان الطفل يفضل يعيط بالليل وانت ما تقدريش تعملي له حاجه ومش عارفه هو بيعيط ليه، وفي نفس الوقت عايزه ترتاحي لانك تعبانه ومجهده جدا من اللي حصل لك في الحمل والولاده. فتعالي دلوقتي هقول لك على شويه حاجات تخلي البيبي يقدر ينام كويس بالليل، وشوية حاجات علشان كمان صحته تبقى كويسة. دلوقتي ده البيبي بتاعي، انا دلوقتي هلفه اللفة اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات اللي فاتت. اللفة دي هتخلي البيبي ان هو يحس بالامان، لان الطفل بيبقى لسه في بطن مامته بيبقى حاسس بالامان لان بيبقى فيه الرحم مغطيه ومسكه كويس. فهو لما بيخرج للدنيا وبيحس ان هو كده ايده في حتة ورجله في حتة ما بيبقاش مرتاح وبيبقى خايف، فانتي لما تلفيه اللفة دي بيهدى جدا وبيطمن، فبالتالي ممكن ينام. كمان لازم تكوني متأكدة ان ابنك شبعان مرضعاه كويس، وكمان مش بردان، ملبساه كويس جدا لو احنا في الشتاء علشان يبقى متدفي، وكمان مش حران لو احنا في الصيف، ما تبقاش تلبسيه طبقات كتير فيبقى حران ما يقدرش برضو ينام. الحاجات دي بتأثر جدا على النوم للأطفال، فانت تأكدي قبل كل حاجة انك عاملة كل الحاجات دي قبل ما ابدأ اقولك على الخطوات الجاية. احنا عايزين نعمل روتين للبيبي وروتين لنفسنا انه يقدر البيبي يعرف ان احنا بالنهار بنبقى صاحيين وبالليل بنبقى نايمين. هو طبعا انت هتقولي ده لسه صغير مش عارف، لا، الطفل بيتعود من اول 10 ايام بعد الولادة على الجو اللي هينام فيه. فانت لما هتنيميه هتعملي روتين لنفسك وروتين ليه انه هو يبقى الاوضة في نور خافت جدا لو انت بتغيري له البامبرز او قبل ما ينام، او انت بترضعي قبل ما ينام تبقى الأوضة نورها هادي جدا، ويبقى كمان نايم على سرير بتاعه، مش بيبقى على رجلك او على كتفك، لان لو عملتي الحركات دي هيتعود عليها وهيفضل على طول ينام، واول ما هتحطيه على السرير هيعيط تاني ويتعبك بعد كده. على النقيض بقى، بالنهار هتشغلي التلفزيون، هتخلي كل الستاير مفتوحة، هتخلي الدنيا كلها منورة، فهيحس انه احنا بالنهار. الطفل بينام كتير جدا بالنهار في اول ما بيتولد، فانتي عاوزاكي تصحصحيه علشان ترضعيه كل ساعتين. لما الطفل يرضع كل ساعتين في خلال اليوم كله، بالتالي هيشبع بالنهار، فهيجي بالليل وهيقدر ينيمك وهينام هو كمان. البيبي هينام قد ايه بالنهار؟ البيبي هينام 3 مرات بالنهار، هتنيميه كل فترة وهتصحيه كل اول حاجة كل ساعتين، وبعد كده هتصحيه كل ساعة. بالليل بقى لما تيجي تنامي انت والبيبي، سواء هتنيميه جنبك على سرير او ليه سرير لوحده، انا ما جربتش قبل كده انيم ولادي لوحدهم، كنت بنيمهم جنبي في السرير. فلو حسيتي انك هتنامي خلاص وهو عايز حسيتي انك عايزه تنيميه، يبقى من الساعه 8 للساعه 9 ده الوقت المناسب ان البيبي ينام، عشان ينام فتره طويله. كل ما تاخرتي في النوم كل ما كان البيبي هيجيله مغص بالليل. لو ابنك لسه صاحي ومش عايز ينام وانت حطاه على السرير وقمتي وخلاص هيعيط تاني، فانت حاولي تطبطبي عليه بكل هدوء كده لغاية لما ينام. لو ما نمشي رضعيه تاني، وبرضو خلي نور الأوضة مطفي. ولو ما نمشي هقولك هتعملي ايه. في حاجات بقى احنا ممكن نخلي البيبي يسمعها، لو انت بقى تعبانه خالص ما انتش قادره وعايزه تنامي. انا بصراحه ما كنتش بعمل الحاجات دي كتير غير لما خلاص مش قادره، ببقى خلاص هنام على روحي. فالحاجات اللي هقولك عليها دي انت ممكن تعمليها مع ابنك علشان ينام، وهقولك ليه. اول حاجه، البيبي لما كان في بطنك كان بيسمع صوت الدم وهو ماشي في شرايينك وماشي في
في جسمك، فكان بيبقى عامل زي صوت الاستشوار او صوت الغسالة او صوت المكنسة. فانت لو حاسة انك خلاص ما انتش قادرة تنامي وهو كمان خلاص عايزة تنامي، خلاص ما انتش قادرة وهو مش عايز ينام، هتشغلي له الاستشوار كده جنبه. كده هتلاقيه ان شاء الله هينام. طيب البيبي هينام لو سمع الحاجات اللي قلتلك عليها. في كمان حاجة ممكن تعمليها له، لو انتي مثلا مش عايزة تشغلي استشوار او مكنسة او غسالة او مش متاح الحاجات دي كلها، ممكن بس جنب ودنه وبالراحة وتعملي الصوت ده. كده بجد هتلاقيه هينام، لان هو بجد الحاجات دي فعلا بتنيمه. وممكن وانتي بتعملي الصوت ده برضو تهزيه بالراحة، او لو هو في سريره تفضلي تهزي فيه شوية كده، ان شاء الله ينام. هو لسه برضو ايه مفتح عينيه ومش راضي ينام. دي كانت الحاجات اللي انا كنت بعملها مع ولادي علشان اقدر انام بالليل، هم كمان يرتاحوا ويناموا. لو عجبك الفيديو وشايفاه انه مفيد ادعميني باللايك، ولو سمحتي اول مرة تشوفي قناتي اشتركي عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي فاتت. بحبكم جدا في الله، ربنا يبارك لنا في ولادنا ويخليهم لنا، ويا رب يا رب اللهم امين يرزق كل مشتاق. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.